انتهى الفنان خالد سليم من تسجيل أغنية ألبومه الجديد المقرر طرحه مع احتفالات أعياد الربيع. الألبوم بيضم 10 أغنيات تعامل فيها خالد مع عدد من الشعراء والملحنين، أبرزهم محمد رحيم وعزيز الشافعي ومهندسي الصوت ياسر أنور وأمير محروس. خالد كان حريص على الانتهاء من تسجيل الألبوم قبل التفرغ لتصوير أعماله الدرامية اللي هتعرض في رمضان اللي جاي. أنا وانت نعرف بعض ولسه حلوة زي أول مرة شفتك، وبعد 10 عمري بينا بجد ما عرفتنيش ولا برضه أنا زيك عارف. كشفت الفنانة السورية أصالة عن مفاجأة جديدة لجمهورها. أصالة أعلنت أن أغنية جديدة تطرحها بالتزامن مع إطلاق ألبومها الجديد 60 دقيقة حياة. الأغنية إهداء من أصالة لشعب البحرين، ويتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في العاصمة البحرينية المنامة. مفاجأة كبيرة جدا فاجأت كل عشاء النجم اللبناني الكبير فضل شاكر، وهي أنه ظهر في لقاء تلفزيوني وأكد أنه خلاص رجع لحياته الطبيعية وترك حياة التطرف، وكمان فاجأ جمهوره بأنه ظهر بدون دقن ولا جلابية زي ما كان بيلبس أيام الاعتزال والتعاون مع الجماعات المتشددة. فضل أكد أنه خلاص رجع لحياته ومش هيرجع للتطرف تاني، وقال أنه مش حقيقي أنه كان بيحارب ضد الجيش اللبناني ولا شارك في معركة ضد لبنان، وأكد كمان أن كل حسابات مواقع التواصل الاجتماعي اللي استخدمت اسمه وحرضت ضد الجيش اللبناني مزيفة، وهو اتبرأ منها بشكل رسمي. فضل كان واضح من كلامه أنه ممكن يرجع للفن لما قال أنا هرجع لحياتي الطبيعية، وكلامه ده سبب سعادة كبيرة لكل عشاء فنه. المطربة الشابة ونجمة ستار أكاديمي رنا سماحة بتمر بحالة نشاط فني ملحوظ، وبتحضر كمان لألبومها الجديد. وفي أقرب وقت انفردنا بلقاء حصري مع رنا أجرى زميلنا يحيى حمزة. مساء الخير على كل اللي بيشوفونا وعلى كل مشاهدي برنامجنا برنامج أربود. احنا النهارده معانا فنانه شابه قدرت توصل للنجاح في وقت قصير جدا، كمان بقى ليها صاحبه شهره كبيره جدا. هنتعرف اكتر على الكواليس وعلى كل اسرارها وكمان على الالبوم الجديد بتاعها. معانا النهارده الفنانه الجميله رنا سماحه، منورانا في أربود. ازيك؟ انت اللي منور. ربنا يخليك. الحمد لله. كل حاجه تمام. ابتدي تقولي لي من الاول، يعني ابتديتي امتى تغني واكتشفت امتى موهبه الغنى عندك؟ كان عندي 10 سنين، وبعدين جت حفله عيد الام قلت انا هغني ست الحبايب مرة واحدة كده. اه خلاص انا عايزة بقى اغني كده مزاجي. فغنيت. غنيت. غنيت. غنيت و ده كان فين غنيتيها؟ فين؟ في المدرسة؟ كانت في المدرسة. اوكي. فلقيت كل الناس اللي حواليا بيقولي بقى ان انا بعرف اغني وصوتي حلو كده، خلاص بقى كملت الموضوع يعني. طيب نروح لتجربتك طبعا اللي نقلت رنا للشهرة والنجومية، وهي تجربة ستار اكاديمي، وتحكي لي بقى ازاي قدمتي ووصلتي لايه وعملوا معاكي ايه في التقديم والحاجات دي. بص، هو انا ما كنتش من الناس اللي بتشجع فكره ان انا اقدم في برنامج من برامج الهواء، لان انا كنت مقتنعه جدا ان كل البرامج دي كوسه يعني، وعارفين مين هيدخل وعارفين مين هيكسب وعارفين، فما كنتش ابدا مقتنعه ان انا اروح اقدم. فكان دايما صحابي اي كاستنج في اي برنامج يا رنا يلا روحي قدمي واحنا رايحين ومش لا روحوا انتوا يا جماعه انا هدخل الفن بالطريقه اللي تعجبني. لحد السيزن بتاعي اللي انا قدمت فيه رحت قلت اشوف الدنيا عامله ازاي، وهي جت يا ما جاتش يعني اديني بجرب. رحت وقدمت واتقابلت الحمد لله، ورحت عملت الكاستنج بتاع لبنان كمان وكملت والحمد لله رب العالمين. طيب تعالي بقى ندخل جوه البرنامج وتقولي لي ازاي اشتغلت على نفسك في البرنامج، وهل هم هناك اضافوا لك حاجه؟ كان تعليقات الناس المدربين اللي بيدربوك على الصوت هناك، يعني احكي لي جوه الموضوع كان عامل ازاي. طبعا يعني مما لا شك فيه ان البرنامج اضاف لي من كل النواحي. يعني كفايه ان بقى عندي الحمد لله رب العالمين قاعده جماهيريه كويسه من البرنامج. كل المدرسين اللي كانوا بيدرسوا لي جوه افادوني في كل حاجه، كنت باخد فوكاليز، كنت بتدرب سبورت، كنت بتدرب مسرح، كنت برقص، كنت بغني، بعمل كل حاجه. المشكله دلوقتي ان مفيش حد لاقي منتج، خلاص ما بقاش فيه منتجين مزيكا زي زمان، ما بقاش فيه صناعه نجم زي زمان. خلينا نكون دقيقين شويه في الحته دي. طيب انت تعاملتي مع ده ازاي؟ يعني انت خرجتي من البرنامج تعاملتي مع مشاكل الانتاج دي ازاي؟ وهل قابلتك كمان مشاكل في الموضوع ده؟ طبعا. انا بعد ما خرجت او اصلا قبل ما ادخل البرنامج انا حاطه لنفسي كده بلان هعمل 1 2 3. انا داخل البرنامج
عندي هدف معين هعمله، ما كانش هدفي ابدا اللقب على قد ما كنت عايزه مجرد ان انا الناس تعرفني اعمل نفسي. فاول حاجه بعد ما رجعت عملتها قلت انا مش هستنى لما تجي لي شركه انتاج، انا هنتج لنفسي. حلو. عملت اول اغنيه خلينا نقول بمساعده بصراحه الناس اللي اشتغلوا معايا في العمل كلهم كانوا داعمين للموضوع، وكانوا كل حد يعني ما كانش في حد ماسك على ان هو ياخد اجر عالي قوي ومش عارف ايه، لا احنا عايزين نعمل حاجه كويسه ننزل بيها وبس. عملت غلطت من الاول، وبعدين عملت اتخضيت، كان برضو انتاجي الشخصي اللي هو كان اول كليب ليا، دي كانت كلمات هشام صادق، ارحان احمد يوسف، توزيع برضو محمد شفيق، واخراج المخرج جميل نبيل مكاوي. تمام. وبعدين عملت حاجة في عيد الأم اسمها واحدة قريبة، كل ده كان إنتاجي لحد ما جات لي شركة الإنتاج الجميلة اللي أنا مضيت معاها. رنا تعالي بقى نتكلم عن الألبوم اللي أنتوا بتحضروه دلوقتي، احنا موجودين النهاردة في الكواليس عندكم فوتوشوت للبوستر بتاع الألبوم. تعالي نتكلم بقى، تقولي مين هيغني الأغنية اللي أنت هتشاركي بيها، بتاع كلمات مين، ألحان مين؟ أنا بعمل حاجة اسمها عايشة على اليوم، كلمات علي عبد السلام، ألحان محمد شحاتة، توزيع طارق توكل، حاجة دراما كده جميلة وهنصورها إن شاء الله. دي في الألبوم اللي انتوا في هيتس نايت. تمام. مظبوط. أوكي. الألبوم بقى بتاع رنا سماحة المفروض بتجهزي له، خلصت منه شوية لسه؟ خلصت بدري. خلصت تقريبا 4 أو 5 أغاني من ألبومي، ولسه شغالة على بقية الأغاني لأن أنا بنتج برضو لنفسي في الألبوم برضو. في الألبوم بتاعي. تمام. أنا عملت مريض نفساني كمان. مريض نفساني دي صورتيها فيديو ولا؟ فيديو جرافيك. أوكي. دي كانت كلمات هشام صادق، ألحان محمد فخراني، توزيع أسامة عبد الهادي. طيب خلينا نروح للسوشيال ميديا، ورنا سماحة مكسرة الدنيا على السوشيال ميديا سواء تويتر أو انستجرام أو فيسبوك، وصلت الأرقام ما شاء الله كويسة جدا. عايزك تقولي إزاي بتقدري تتواصلي مع الناس دي كلها وتردي كمان على الفانز دول؟ بص يعني أنا من غير الناس دي أنا مش موجودة، يعني هم من أول يوم، من أول ما كنت في ستار أكاديمي تصوير جنبي دايما، بيدعموني من اول يوم لحد النهارده. اقل حاجه اقدر اعملها لهم ان انا اكون معاهم، اتكلم معاهم، عايزين ايه، حابين ايه، مش حابين ايه، وبتسمعي لهم اخباركم طبعا. باخد رايهم كمان على فكره في الاغاني. قولي لي يعني ما شاء الله خدتي اكتر من جايزه، يمكن اخر جايزه كانت في دير جيس لافضل مطربه شابه، افضل مطربه صاعده 2014. الحمد لله. الحمد لله. طيب هل الجوائز دي بتضع يعني بتحطك مسؤوليه اكبر، بتخليكي خايفه اكتر، بتركزي في الاعمال اللي جايه، او عايزه اختار حاجه بعينها عشان اقدر اخد السنه الجايه نفس الجائزه او جوائز غيرها؟ اكيد. يعني خلينا نتكلم عن الدير جيست، هي بالفوتينج طبعا، يعني تصويت جمهور برضو من الناس الفانز اللي هم معايا من اول يوم لحد النهارده. تقولي لنا ايه الجديد كمان عندك في الفتره الجايه؟ هتصوري الاغنيه اللي انت بتسجليها او هتسجليها دي، هتعملي ايه الجديد في حياتك الفتره اللي جايه؟ احنا خلاص سجلنا عايشه على اليوم وخلصت، وفي احنا هندخل نصور كليب في الايام اللي جايه ان شاء الله. النهارده بنصور الفوتوشوت، واهو شغال على البومي وبجتهد على قد ما اقدر، وربنا يسهل ان شاء الله. يا ترى ايه حكايه تاجيل لالبوم امل مهر الجديد، وايه علاقه ده بالازمه الصحيه اللي بتمر بيها والدتها؟ عايزين تعرفوا كل حاجه بعد شويه.